شنو رايك بالمشاريع اللي يشتغلون بها حاليا؟ والله كلها واسطات ومعاملات وما يجيبون من المنطقه. ليش؟ ما غير هم عندهم اسمال ما يشتغل جوا هاي العمال هنا ظله، واحدهم يشتغل اعدال 10. زين لو استدعوكم الى العمل بهذه المشاريع نطلع الكل تكون شلون ما تنحل المشاكل؟ نشتغل كلنا وما يضل على الطالب بطاله. زين اكو بعض المشاريع متوقفه ومتلكئه، برايك هذا راح يضر المدينه؟ يعني شلون ما تضرها؟ طبعا تاخير للمدينه، ظل شوارع مفلشه، حتى طبعا يتعب البشر. اكو مشاريع متلكئه بالمدينه؟ شلون ماكو؟ هاك شلون ماكو؟ زين شو الطلب؟ والله طبعا بناء البلد على الطالب والطالة هم يلاقون حال، يلاقون اشغال للعالم، خوم العالم تظل هيك بزعت ملت. نعم مستعدين تشتغلون؟ شلون ما نشتغل؟ والله اي شغله نشتغل. والله المشاريع بمنظمات قاعد تشتغل بيها، ما احنا ما عمال يعني كل شيء ماكو والله. احنا المشاريع اللي قاعد تشتغلها الحكومه، شلون تشوفها انت؟ والله شلون اشوفها؟ ما شفنا شيء هالساعه، لا والله. زين برايك لو هذه المشاريع انتم العطاله بطاله والعاطلين عن العمل اشتغلتوا بيها؟ والله انا كثير على البطاله اللي بالمدينه؟ اي نعم. تخذ كثير على البطاله؟ اي نعم. برايك اكو بعض المشاريع تم يعني انجازها؟ والله اكو مواقفه واكو نجازها، اكو كثيره. كثيره زين. شو توجه رساله للحكومه؟ برايك انت عاطل عن العمل وماذا تحتاج الموصل؟ والله الحكومه هي خلت ابني هذا البلد وهاي هي شريد احنا. والعاطلين على العمل؟ والله العاطلين على العمل هاي بس وعود احنا. هسه انا عاطل على العمل، قلت لك وراتبي انقطع، السياره باسمي لان قطع وراتبي. واستحنا الناشد المسؤولين انه ينظرون، انا بيت ما عندي باسمي. زين هل ترى عداله في حاله هذه المشكله؟ لا والله ماكو عداله، وين اكو عداله؟ ليش شنو سبب؟ ماكو عداله، هسه ناس تشتغل ناس ما تشتغل. وتمام؟ هسه اكو ناس عندهم عاطل عن العمل وعندهم بيوت وعندهم سيارات ما يسووها. شلون تنظر الى المشاريع المتلكئه في المدينه؟ والله مشاريع قسم منها زينه وقسم منها مو زينه. شنو رايك بالمشاريع اللي يتم تنفيذها الان في مدينه المدينه؟ والله كل شيء ماكو. كل مشروع ماكو. والله ماكو، بطالين عطالين، والله شغل ماكو. مشاريع كثيره الان يشتغلون بها بالمدينه، ما استدعوكم للعمل؟ ابد، والله انا بالنسبه لي وهاي جماعتي كلتهم ما خلينا فايل ما زتيناه، وكله بس بيناتهم، والله ما حد جاء علينا واشتغلنا، كله بيناتهم عمك خالك. مستعدين للمشاركه بهذا؟ يعني والله نتوسل، ويبا بناني وعن نطلع عمال، لباخين وعن نطلع عمال، شغل ماكو. والله شغل ماكو. انتوا اولى من غيركم. الوان احنا من المدينه القديمه، انا من مدينتي القديمه. والله بعض المشاريع متلكئه في المدينه القديمه، برايك هاي راح تضر المدينه؟ والله على ما اظن كلها راح تظل هالشكل. راح تظل هالشكل. مهمال. اهمال، ما حد ببالنا ولا حد بحالنا. يعني اكو مشاريع متوقفه؟ متوقفه 100%، مشيت افوتك على الساعه القديمه وشوف. بيوت مهدومه، العوجات مسدده، كل شيء ماكو. برايك شنو تحتاج الموصل؟ نحتاج عمار، يشغلون هاي العطاله بطاله. شويه نتنفس، والله ما عندنا، نجي مشي ونرجع مشي. شو طالب من المحافظه ومجلس المحافظه؟ يفتحوا لنا مشاريع، يفتحوا لنا وظائف، يفتحوا لنا التطوع.